السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احوال طيبه. اليوم ان شاء الله وعلى بركه الله غنشارك معكم الطريقه ديالي كيفاش نطرزو الزواقه، ولا المهم تبتو الزواقه على التوب ديال بومبرا. كما كتعرفوا البنات، هاد التوب شويه صعيب باش تطرز عليه، خص ضروري الماكينه وخص الفازلين، خص بزاف المسائل باش نطرزو عليها. شي مرات كتجيني عوجه، ولا شي مرات ما كت المهم ما كتخرجش مزيانه. واليوم انا جبت لكم واحد الطريقه زوينه الصراحه، كنستعملها انا في الخدمه ديالي، كتصدق معايا احسن من اي وسيله اخرى. جربت بزاف الوسائل، ما عجبونيش، عجبتني هذه الطريقه هذه. اولا البنات غنقلبوا التوب ديالنا، ماشي على الوجه ديالو، غنقلبوه غنرسمو عليه بالمقلوب بحال هكا. وكنحتاجو الزواقه اللي بغيتو يعني اللي بغيتو تبقوها في التوب ديالكم. كنتبتوها بسميتو بلي باري مزيان باش ما تحركش لينا الزواقه وما تجيش معانا مزيان. صافي، وكنحتاجو لهاد الكاغيط اللي كلكم كتعرفوه. صافي، وكنرسمو كما العاده، كنرسمو الزواقه ديالنا من فوق التوب ديالنا بهذه الطريقه، كما كترسمو على اي توب اخر، ولكن هو بالمقلوب. من بعد غنشارك معكم الطريقه اللي كنديرها انا في الخدمه باش كتبقى ليا الزواقه ما كتمحاش حتى كنكمل هكا. المهم البنات غنكملوا الزواقه ديالنا ونرجع معاكم باش نوريكم الطريقه كيفاش نطرزوها. صافي البنات، من بعد ما رسمنا الزواقه ديالنا وصوبناها في هذا، ودابا غنتبعوا الزواقه ديالنا بالخيط عادي، الخيط ديالنا عادي في الابره. وخصنا نديرو ضروري شي كولور ديال الخيط، ماشي في الكولور ديال التوب اللي عندنا، باش تبقى تبان لينا مزيان. صافي، وكنبقاو نتبعو ديك الزواقه على يعني في التوب بالمقلوب حتى كنكملو الزواقه ديالنا كامله. المهم البنات، هاد يعني هاد الجهة هادي ماشي ضرورية، خصنا الجهة يعني الوجه ديال التوب هو اللي خصنا طلع عندنا الخدمة مزيانة، يعني نركزو على الوجه ديال التوب. كيجي لينا الخيط بحال الا رسمناه بستيلو. صافي، غنكمل الزواقه ونوريكم كيفاش غتخرج لينا الخدمه في الاخر. هانتوما البنات، من بعد ما كملت الزواقه ديالي باش ما نطولش الفيديو، كنوريكم غير الطريقه وصافي. وانتوما ان شاء الله غتصوبوها احسن مني، غتعرفوا تصوبوها، انا وريت لكم غير الفكره وصافي.
باش ما نطولش عليكم، كنظن غتكون وصلتكم الفكرة ديالي. صافي، وكتتبعوا الزواقة ديالكم على سميتو، على التوب بالمقلوب. المهم تطبقوا بالمقلوب، ديك الساعة غتخرج لكم النتيجة على الجهة أخرى، بلا ما تحتاجوا بحال الا يعني خدمتيها بستيلو وصافي. وهاد الخيط مني كان سالي والخدمة كاملة، هاد الخيط كان حيدو كيتحيد بسهولة كنكملوا الخدمة ديالنا، كنقطعوه بكل سهولة كيتحيد. وكنظن ان شاء الله تكون فكرة عجبتكم، ومع السلامة.